أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الذي ينبغي في المصافحة عند دخول المجلس الكبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر والأقدر؟ يقصد الأفضل في المجلس من عالم أو كبير سن، ثم من هم على يمينه حتى يكمل الحضور. وإذا لم يكن فيهم كانوا متساوين وليس فيهم من هو أفضل أو أكبر سنا، فيبدأ مما يلي عن يمينه حتى يكمل. نعم.